طيب. هذا العيش الكريم شنو هو؟ العيش الكريم أنا أروح على هاي اللي تفضلت بيها القرى والمناطق الريفية والنواحي البعيدة والش اسمه شنو تحتاج؟ أسوي بيها جرد شنو اللي تحتاج؟ من طرق، من مدارس، من مستوصفات، من مشاريع صغيرة لتشغيل الشباب والنساء وتمكين النساء الأرامل، أخليهم أسويها حتى شنو هاي؟ أولا توفر خدمات، طيب. ثانيا توفر عن النائب، لأن النائب احنا شفناه بصراحة النائب مو شغله يروح يبلط شارع ويودي سبيس ويودي معاملات، مو شغل النائب هذا. النائب شغله يسوي قوانين، يشرع قوانين تخدم المواطن، يروح يطور مشروع السياسي. مشروع هذا العيش الكريم إيه؟ من يموله وش قد انا اقول لك من يموله؟ الحكومه تموله. وماذا شايف الحكومه تموله والمنظمات الدوليه؟ طيب. انت تدخل الميزانيه مالته بالموازنه وتفرضها. ليش انا اريد فريق كامل؟ انت شلون تسوي الموازنه؟ شلون تحصل على الموازنه في مجلس النواب؟ تدري انت من تصير الموازنه تصير يعني صراع عليها، كل من يريد يخلي الجماعته او الوزارته يحود النار القرسته. انا ليش اريد فريق متكامل؟ الحلبوسي ليش نجح مثلا هاي خلال فتره في محافظه الانبار؟ لان عنده فريق واحد متكامل، يعني مو يعارضه لاسباب بس، وانما يعارضه لاسباب يعني صراع سياسي. فانا من يكون عندي فريق 15 واحد من حزب تقدم، دولة راح ما ينشغلون. انت بعدك مصر على 15؟ لا لا انا مصر. طيب. مصر. طيب. من يكون عندي فريق دولة ال 15 راح يركز وين؟ راح يركز يروح يقاتل حتى يجيب موازنه كامله الى محافظه الانبار ويزيد الموازنه، لان هو شغله شنو هو؟ انا النائب ما اريده يروح يبلط لي شارع او يروح يبلط لي شارع بقريه مالته او يودي لا مو شغله هذا، هذا شغل البلديه. هو شغله يروح يجيب موازنه يودي للبلديه، البلديه هي تنفذ كل شيء، هي تسوي مشاريع صغيره، هي تسوي وزاره الصحه تسوي مستوصفات. طيب. اكو خطه اعمار لمناطق الغربيه؟ نعم 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 موجوده كلها موجوده موجوده. طيب. موجوده لانه موجودة. دائما عندما يذكر الانبار يقال انه الاهتمام فقط في رمادي فلوجه وذيك المناطق. لا لا موجوده، وهسه تدري لان الان يعني المناطق الغربيه راح يكون عندهم 4 نواب. طيب. واحنا ندعوهم ان ينتخبون اهل المنطقه، يعني كل منطقه مثلا تنتخب من يعني النائب مالتها اللي عندهم ثقه به.